حياكم الله. اللي راح نسولف عنه اليوم موضوع كلش مهم وموقف جدا رائع لمجموعة تجار من محافظة ذي قار. حقيقة محافظة ذي قار يوم بعد يوم تثبت لنا انه المحافظة اللي ناسها اهل غيرة وكرم وشجاعة ومواقف بطولية ومواقف انسانية. اللي راح نسولف عنه اليوم هو هذه الوثيقة اللي شوفوها. الوثيقة اللي تشوفوها أمامكم يا سادة موقف لمجموعة تجار موجودين في محافظة ذي قار وتحديدا في قرية الكاظم. هذه المجموعة يطلقون على نفسهم اسم رابطة وتجمع الكاظم الثقافي. شنو اللي سووه؟ اللي سووه تعاهدوا أمام الله وأهالي قريتهم أنه ما يدخلون لهذه القرية أي ألعاب نارية وأي أسلحة لعب أطفال مصجم وغيرها لمظاهرها الجسمانية على هؤلاء الأطفال والأصوات المزعجة وسوء استخدام هذه المفرقعات النارية. شنو يقولون بالوثيقة؟ يقولون نحن أصحاب المحلات والأسواق في قرية الكاظم نتعهد أمام الله سبحانه وتعالى وأمام أهالي القرية كافة بعدم بيع المفرقعات النارية والألعاب النارية وألعاب الأطفال ذات الصجم نظرا لمضارها الجسمانية وما تخلفه من آثار على الأطفال أو الأهالي من صوت عالي واحتمالية إصابة الطفل بأضرار. ومجموعهم 12 واحد كاتبين أساميهم وموقعين بهذه الوثيقة. احنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا رب يكون عيد أمن وأمان وسلام لكل العراقيين والعالم أجمع. لاحظ بهذه الفترة تنتشر هذه الألعاب وسوء استخدام الأطفال وسوء المراقبة من قبل الأهالي يحول أيام العيد من فرحة إلى نكبة، ومستشفياتنا تغص بالإصابات نتيجة لهذه الألعاب الخطرة اللي توفرها الأسواق وبعض التجار ضعاف النفوس اللي يوفروها بالأسواق ويخلون الأهل في حيرة من أمرهم. يعني أكيد كل الأهل يتمنون يشوفون ابنهم يضحك وفرحان خلال فترة العيد وخلال الأيام، وما يقدر يمنع من شراء هذه الألعاب، لكن اللي يقدر منه اللي يقدر هو التاجر. مهما كان ربحك بهذه المواد ما يقدر بشسع نعل طفل إذا أصيب به اي خطر، خصوصا هاي المسدسات اللي تولد عند الطفل فتروح عدوانيه وتباوع شوارعنا بالعيد تتحول الى جبهه قتال. ناهيك عن المضار النفسيه اللي يسببها للطفل، اكو مضار جسمانيه، يا اما يتعور بعينه يا اما بايده يا اما برجله يا اما يصاب باصابات خطيره. ايش قد تريد تربح من هذه الالعاب؟ والله العظيم ما تساوي دمعة واحدة من أم عراقية تنزل على ابنها إذا صار في شيء. فالله الله بأطفال، أكو ألعاب فكرية، أكو ألعاب ألغاز تنمي مواهب الطفل تطور من قدراته، هذا اللي المفروض ينتشر بأسواقنا. شنو مسدس، شنو مدفع، شنو رشاش، شو يسوي بيهن الطفل؟ أنا أريد أخلق جيل من علماء، لو جيل من أطفال روحهم عدوانية. لغة السلاح حتى بالعالم، حتى الدول اللي مصدر قوتها هو صناعة السلاح بدأت تعيد النظر، واليوم يشوفون انتو هذه الدول غادرت مرحلة الحروب ولغة السلاح واتجهت إلى الحروب البيولوجية. فأنت ليش تنمي عند ابني روح عدوانية؟ تحية إجلال وإكبار لهؤلاء التجار الموقعين على هاي الوثيقة، ونتمنى من كل محافظاتنا أن تحذو حذوهم. شكرا جزيلا لذي قار المدرسة اللي يوم بعد يوم تثبت إن إنه تقدم درس عظيم للعراق ولأهل العراق. هذا كل اللي ردنا نسولف به اليوم. في أمان الله.